واصل القيادي في تحالف القوى الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن تقديم المساعدة لأهله في صلاح الدين بمواجهة ظروف كورونا، وعبر أهالي قرية بيشجان في قضاء الضلوعية عن تقديرهم للدور الكبير للجنة الدعم اللوجستي برئاسة الأستاذ شهاب الجبوري التي قدمت سلة الخير للمحتاجين، مؤكدين أن وقفة الدكتور أبو مازن الأخوية لن تكون الأولى ولا الأخيرة، فهو السباق دائما بالوقوف مع أهله في كل الظروف. في البداية نهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونقدم الشكر الجزيل للدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن ولسفير الإنسانية الأستاذ شهاب أبو سفيان الذي لطالما لبى كل نداء استغاثة نناشده من خلالكم ومن خلال الخيرين الذين يوصلون النداء للدكتور أبو مازن. وفي هذه المنطقة ماكو يوم يعني استنجدنا بأبو مازن على أي موضوع خيري إلا استجاب له في السرعة الممكنة، وجميع العوائل تشكر الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن. الناس محتاجة، الناس تعيش ظروف صعبة، رواتب يعني أكثر الناس يعني اللي معتمدين على الأعمال الحرة توقفت بسبب كورونا والوباء المحيط بالمنطقة، فالناس ما تحج إلا على الخيري. نشكركم، بارك الله فيكم، إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع. نشكر السيد أبو مازن على هذه المساعدات الذي جاء بها إلى قرية بيشكان، وهو ما يقصر وبلط لنا الشوارع وكل شيء سوى بيشكان، كل شيء هو يعني ما خلى شيء ما جاب لنا بيشكان، بلط الشوارع